هو كان كاتب لها حاجة؟ لا ما أعتقدش. طب ما تسأله عشان لو كاتب لها حاجة كده ولا كده يلحق يمضي على بيع وشراء قبل ما تموت. هسأله. وأنا دورت وتأكدت ولا عندها ولا ذهب ولا أمر. كانش بيجيب لها حاجة هو. إيه؟ قاعدين كده ليه؟ بتخططوا لأذيت مين؟ بيخططوا لأذيت ماما يا بابا وعايزين ياخدوا منها كل حاجة. لا يا حبيبتي ده أنت أكيد سمعتي غلط. هو أنت إيه اللي بتقولي ده؟ أنت مرض مخها أثر على دماغك ولا إيه؟ مرض مخها أثر على دماغي؟ تصدق أه؟ مرض مخها أثر على دماغي. أنتوا إيه يا جماعة اللي أنتوا فيه ده؟ أنا مش قادرة أصدق إن في بني آدمين زيكم. أنتوا ما بتحسوش؟ قلبكوا ده حجر؟ إيه الغل والحقد ده؟ أنا نفسي أفهم أنتوا بتكرهوها كده ليه؟ أنا أقول لكم ليه؟ عشان هي أحسن منكم وأنضف منكم. وأنت اتجننت يا بنت أنت؟ أنت باين عليك عايز تتربى من أول وجديد. اثبت مكانك. أقسم بالله العظيم لو حد فيكم حاول يقرب مني ولا من أمي أنا هاكله بسناني. جرايه يا حسام، جرايه يا دليدة، مفيش احترام لوجودي؟ أنت بتزعقلي أنا؟ أنت سايبه هو بتزعقلي أنا؟ ده بدل ما تاخد أمي تعالجها في أحسن مستشفيات بتزعقلي أنا؟ يا بنت ما أنا قلتلك لازم أظبط ظروفي الأول. وهي هتستناك لما تظبط ظروفك؟ يا بابا أنا مش عارفة أشرحها لك إزاي. إحنا ما عندناش أمل غيرك. أعمل إيه؟ أوطي أبوس رجلك؟ أبوس رجلك يا جماعة أنا أمي بتموت بتموت.